الزمانات جارنا أبو فلان كتير زعل. 67 منزل مهدد بالإزالة، هو حصيلة 7 سنين من الشغل لمشروع المياه الحلوة. كنت أحاول حاطط هدف وحلم إنه أنا بدي أطلع صحفي. أنا الرسالة اللي بدي أواجهها للعالم من خلال شغلي ومن خلال التقارير الصحفية اللي أنا عم بعملها إنه بيكفي، عن جد بيكفي نحكي عن اللاجئ إرهابي، اللاجئ تبع مخدرات، اللاجئ تاجر سلاح. طب هياني أنا مش زي باقي الشباب طول الوقت بهالشوارع، أنا تعلمت، أنا عم بسعى، عندي هدف بدي أوصل له. هلا اغلب الصحافه اللي بتيجي من خارج المخيمات هي بتعكس الصوره السلبيه عن المخيمات، لانه ما بتفوت على عمق المخيم، بتضل من برا لبرا عم بتشوف. نحن عنا 3 كاميرات بس، ونحن بحدود 6 أشخاص لازم ننسق بين بعض لنمشي كلياتنا. أنا أحمد منصور، فلسطيني من طبرية، من سكان مخيم اليرموك الأصل. لجأت على لبنان بال 2013 بعد الحرب السياسية اللي صارت بسوريا، ولهون استقرينا. أصعب إشي أنا سويته بحياتي إنه تركت مخيمي اللي خلقت فيه واللي تربيت فيه بداية عمري. أيام كتير أنا بصير أهرب من حاجز لحاجز لأصور المادة اللي بدي إياها. بسألوني مثلاً أنت شو بتشتغل إذا حاجز وقفني؟ بقول لهم أنا بتدرب بالإعلام، ما بقول لهم إنه أنا بشتغل. فلسطيني هون بلبنان محروم من حق العمل، محروم من كتير حقوق بالنسبة له. بس أنا طبعاً مش دغري بروح على أي مخيم وبصور فيه. أنا بطلع زيارة مرة واثنين وثلاثة عن المخيمات اللي بدي أصور فيها، بعرف عن حالي، بقعد مع الشباب، بنضحك بنمزح، ببني علاقات بقلب هذا المخيم، بعدين بروح بصور عليه. هاي أنا، وهون خيي الصغير، وهون خيي الكبير يلي أصغر من سني، وهذا عمر أحمد يلي معنا في فريق كامجي، وفي سميح محمود، سميح حيا. هون شباب المخيم. ماشي؟ يلا. يا حبيبي يا الله. يا شباب. حد الله يا زلمة. مش رح نعمل انترفيو. طيب اكمل على السراج. ايه هلا نحن رح نرجع ناخذ نقلة حديد. هاي النفرة اللي بتطلعك على المزبلة. الظاهر من برا انه المخيم فيه كتير شغلات سلبية، بس انه كمان بالمقابل نحن كشعب فلسطيني عندنا مواهب، عندنا ناس متعلمة. هون بيت على الطابق الثالث. نحن بيتنا هو مؤلف من غرفتين، مطبخ وحمام. وهون الغرفة اللي أنا وأخواتي بننام فيها وبندرس وبنلعب وبنضحك وبنمزح. هاي أختي حلم على إيتا كامجي، وكاتبة منصور قلب حب أحمد. مفيش حدا مهتم لأنه حلو بالمخيم إنه إذا الواحد قال أخ بتلاقي 1000 واحد حواليه، لأنه بنحس ببعض، معاناتنا وحدة. ما زال نحن عم نقول خايفين نقول لا، معناته نحن رح نبقى محل ما نحن. بس ما زال الشخص او اللاجئ قال لا ورفض، بقدر يغير الواقع اللي عايش فيه. رح اضل اسعى لاغير الواقع اللي انا عايش فيه.